شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام بالايات اسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نحن الآن على ابواب العطله الصيفيه احدى المشكلات التي ترافق العطله عاده مشكله ساعات الفراغ ساعات الفراغ اولا تمثل مشكله في حد ذاتها العمل والانتاج والفاعليه يملا النفس قوه ونشاطا واندفاعا بينما الجمود والخمود والبطاله تملا النفس ضعفا ووهنا وانكسارا. العمل والفاعلية والإنتاج فيه الجهد آني ولكن هذا الجهد وهذا التعب يحتوي على التعويض الالهي في ذاته تجدون النفسيه العامله نفسيه نشيطه مندفعه متفائله بينما الكسل والبطاله والفراغ وان احتوت على لذه انيه ولكن هذه اللذه الآنية العابرة يرافقها الوهن والضعف والانكسار النفسي ما اعلم شايفين واحد منكسر من الناحية النفسية الله سبحانه وتعالى يعبر عن هذه الحاله بقوله جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب الجيش المنكسر ما هي حالته الفرد الذي لا انتاج له ولا فاعليه له ولا نشاط له يحمل مثل هذه النفسيه قبل فتره رايت شخص كان يشتغل في سياقه الشاحنات ويتنقل بين المدن هنالك شاحنات تحمل البضائع بين المدن يحمل الحديد مثلا او ما اشبه هذا العمل غالبا ما يكون عمل مجهد لانه هذا السائق يجب ان يطوي المسافات البعيده ليلا نهارا صيفا شتاء مشرد عن وطنه بعيد عن اهله وعائلته هذا العمل في حد ذاته من اشق الاعمال قلت له: ألا يتعبك هذا العمل؟ قال: نعم، ولكن أنا مدة كنت بلا عمل فتعبت أكثر. الإنسان الذي لا عمل له، ولا أمل له، ولا هدف له، ولا برنامج له هذا يعاني أشد أنواع الضغوط النفسي وحتى علماء الطب الآن في اكتشافاتهم الأخيرة، بعض الامراض اللي في ما مضى كانوا يوصون المريض فيها بالراحه الراحه المطلقه طبعا في بعض الامراض الان توصلوا في اكتشافاتهم الاخيره ان الراحه المطلقه تزيد المريض مرضا في مجموعة من الأمراض، يحتاج إلى حركة، ويحتاج إلى نشاط، ولذلك إحدى الأخطاء الكبيرة الموجودة حالياً التقاعد، التقاعد يعني واحد يفقد الأمل في الحياة، ويفقد العمل، هذه الحالة تعجل في إصابة الإنسان بمختلف الأمراض، وتعجل في موته، الحياة بلا عمل وبلا انتاج حياه لا طعم لها. هنالك روايه لطيفه عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الامام يقول: من يعمل يزدد قوة، العمل يعطيكم القوة، يعطيكم القوة البدنية، ويعطيكم القوة الروحية، ومن يقصر في العمل يزدد فترةً، يبتلى بحالة الفتور والانحلال، هنالك رواية ثانية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول من قصر في العمل ابتلي بالهم، كأنه هذه الهموم احنا كل واحد منا يحمل مجموعه من الهموم والالام والمشاكل والامراض، لان الدنيا الله سبحانه وتعالى خلقها دارا بالبلاء محفوفه. واحد عندما عنده شغل، عنده هدف، يجب ان يركض. هذه الهموم والالام والمشكلات وحتى الامراض تبقى حبيسه بينما عندما الفرد يصبح عاطل عن العمل واذا بهذه الهموم والافكار والأحقاد إذا والعياذ بالله واحد يحمل في قلبه أحقاد وإذا بهذه كلها تجد المجال للانطلاق واحد عندما قاعد في غرفة وحدة ما عنده شغل ماذا يفعل حتى الأمراض البدنية تجد مجالها للانطلاق واحد من الاخوة كان يقول انا اتمرض في ايام العطلة يعني في ايام الخميس والجمعة لانه في بقية الايام ماكو مجال للتفكير واحد فكره في مكان اخر ولذلك احدى الاخطاء الكبيرة من الناحية النفسية من الناحية الروحية من الناحية الصحية أن يخلد الإنسان إلى الراحة المطلقة، هذا أولا، ساعات الفراغ تشكل مشكلة في حد ذاتها، وثانيا، ساعات الفراغ تمثل طريق إلى مجموعة من المشكلات المشكلات الدينية المشكلات الأخلاقية المشكلات الروحية هذا الشاب الذي يعيش ضغط الفراغ ضغط الفراغ عند ضغط هو ضغط هائل ماذا يفعل؟ يمكن يتورط في خطوه، وهذه الخطوه تكون بدايه لكثير من الخطوات، هؤلاء الذين سقطوا في مهاوي الانحراف، البدايه كانت خطوه واحده البداية شاب ما عنده شغل، فراغ عنده، تحت ضغط الفراغ يتصل اتصال تلفوني واحد، وإذا بهذا الاتصال التلفوني يؤدي به إلى خطوة وخطوة الله تعالى يقول لا تت... تتبع خطوات الشيطان يطالع فيلم خلاعي واحد هذا الفيلم الخلاعي الواحد يمثل بداية بعيدا عن القضية الأخلاقية والدينية وأن هذا العمل منهي عنه في حد ذاته هذا الفيلم له ما يتبع والنفس راغبه اذا رغبتها واذا بهذا الشاب الذي بدا بهذا الفيلم ينتهي الى الادمان على المخدرات الاحصائيات تثبت ان كثير من حالات الادمان على المخدرات نشات من الفراغ ولذلك نحن في الحقيقه ينبغي علينا هنالك روايه اخرى ايضا عن امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كما في هذا الحديث من الفراغ تكون الصبوة يبدو أن الصبوة بمعنى الميل وبمعنى الانحراف وهنالك حديث آخر عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وما أجمله من حديث يقول إن يكن الشغل مجهد فالفراغ مفسد العمل يتعب طبعا يتعب البدن ويعطي الحيويه للروح ولكن الفراغ يجر الانسان الى الفساد هذه الافلام الخليعه من اخطر الاشياء على دنيا الافراد واخرتهم، تحطم دنياهم قبل ان تحطم اخرتهم. هذه الافلام الخليعه كم حطمت من العوائل، هذا الرجل الذي ينظر الى هذه الافلام الخليعه في كثير من الاحيان لا يعود يرغب في زوجته. وهذه المرأة التي تنظر إلى هذه الأفلام الخليعة في كثير من الأحيان لا تعود ترغب في زوجها كم من العوائل تحطمت على أثر هذه الأفلام فالفراغ مفسده ولذلك في الحقيقة أنا نصيحتي إلى إخوتي الشباب أن لا يدخلوا هذا طريق من البدايه، الشيطان ما يخلي لكم حد، الشيطان اذا تغلب عليكم في الخطوه الاولى يجركم الى الخطوه الثانيه والثالثه والرابعه، واحد يغلق هذا الملف نهائيا ويرتاح دينيا ودنيويا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان عندما في البدايه قال المؤمن للشيطان لا يرتاح عندكم صديق يجركم الى الفساد الاخلاقي لا تروحون عنده تنتهي القضيه اما عندما واحد ذهب اذا ذهب كيف يقاوم؟ ما هو البرنامج الذي ينبغي ان نضعه في هذه العطلة؟ نشير الى ثلاث نقاط في هذا البرنامج، اولا البرنامج الروحي والاخلاقي نحن كل واحد منا الله سبحانه وتعالى خلق في فطرتنا حب السمو الروحي، الارتفاع الروحي واحد عندما يقرأ أحوال الأولياء يحب أن يكون مثلهم الروح تحب أن تحلق على قول الشاعر هبطت إليك من المحلل أرفعي وارقاء ذات تعزز وتمنعي الإنسان يحب أن يحلق شايفين الطائر؟ الطائر طبيعته يحب أن يحلق في الفضاء. تجدون أن الطيور تحلق ولكن هنالك الطير لا يطير. هذا خلاف طبيعته، ليش ما يطير؟ لأن أجنحته مقصوصة. لأنه هنالك حبل يشده إلى هذه الأرض ما يتمكن يطير. احنا ارتباطاتنا المادية, علاقاتنا المادية, مشكلاتنا الروحية, الرذائل الاخلاقية التي نحملها, هذه كلها تمنعنا عن التحليق والانطلاق في الحديث الشريف لولا أن بني، لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض، الحقائق مغيبة عنا. نعيش حالة حجاب، ليش؟ لأن هؤلاء الشياطين يحومون حول قلوبنا. الرذائل الأخلاقية، هذه الرذائل الأخلاقية تظهر في موقعها، هذه تمنع وتحجر. احنا في وقت من الاوقات يجب ان نحاول ان نغير هذه الحاله متى نغير في اوقات العمل في اوقات التحصيل فكرنا مشغول واحد اول الصبح عندما يجلس من النوم فكره مشغول بعمل بدراسته ولكن الان هنالك مجال وهنالك فراغ، واحد يهتم بهذه البرامج اكثر البرامج الروحيه والبرامج الاخلاقيه ينقل في احوال أحد العلماء ولعله بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه، أنه رؤي في يوم من الأيام ضاحكاً أو مبتسماً فقيل له لماذا أنت في هذا اليوم ضاحك أو مبتسم؟ فقال في الواقع أنا كذا عام ما أتذكر عشرين عام ثلاثين عام أحاول أن لا يكون في قلبي غير الله سبحانه وتعالى هذه الحالة من أشق الحالات أن لا يكون في القلب إلا الله سبحانه وتعالى يعني واحد لا ينظر إلى غير الله، لا يتحرك إلا لأجل الله، كل عمله يكون لأجل الله، في هذا اليوم يقول ذلك العالم: توصلت إلى هذه المرحلة أنني أجد في قلبي لا يوجد الا الله، وأنا فرح لذلك. قراءة القرآن الكريم، لعل الكثير منا قليل ما يقرؤون القرآن، هذه مناسبة جيدة لقراءة القرآن. حفظ القرآن الكريم، كثير منا لا يحفظون القرآن، هذه مناسبة جيدة لحفظ القرآن. كثير منا لا يوفق للاعتكاف، الاعتكاف انقطاع عن الحياة، لأن واحد عندما يمشي مع تيار الحياة ما يفكر إلى أين المسير. وإلى أين المصير؟ الاعتكاف يخرجكم عن هذه الحالة، الاعتكاف من البرامج الإسلامية المحبذ إليها الوالد رحمه الله كان يقول كان واحد كان يسميه كان يأتي إلى حرم سيد الشهداء صلوات الله عليه في كربلاء ويقف أمام الضريح المبارك بحالة خشوع وخضوع ويقرأ القرآن كله في تلك الحالة كان يقول كان طول هذه قضية ثمان ساعات تقريبا يختم القران واقفا امام ضريح سيد الشهداء، الوالد رحمه الله كان ينقل عن الجد رحمه الله انه في كل يوم كان يقرا جزءا كاملا من القران الكريم بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذا كان برنامجه في كل يوم. ويقول في ليلة من الليالي تعطلت السيارة بين النجف وكربلاء، وكان الليل ليل بارد شديد البرودة، فيقول كلنا ذهبنا إلى داخل السيارة. ويقول الوالد يعني والده اخذ يتمشى في الصحراء بين النجف وكربلاء من الليل الى الفجر ونحن كنا في السياره ثم بعد الفجر تيممنا لان ما كان ماء وصلينا صلاه الصبح فسألت والدي أنه لماذا تمشيت في هذا البرد، في هذه الصحراء؟ قال: أردت أن أقرأ شيئاً من القرآن، فقلت له: وكم قرأت؟ قال: ثمانية أجزاء، لأن كان حافظ للقرآن الكريم. ذكرنا لكم فيما مضى قضية العلامة الاميني وانه قرأ في مشهد ثلاثين ختمة قران في شهر رمضان المبارك، كل ليلة ختمة كاملة، واهداها للامام الرضا صلوات الله عليه. واحد يحاول في هذه العطلة أن يجعل جانبا من وقته للتربية الأخلاقية والتربية الروحية. هذه النقطة الأولى، البرنامج الأخلاقي والروحي. النقطه الثانيه البرنامج العلمي والثقافي نحن يجب ان لا نستهين بدور العلم العلم له دور فوق ما نتصور العلم هو الذي يسير الحياة، هذه الحياة التي نجدها الآن تسير بالعلم، وتسير بالفكر. هنالك رواية في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الإمام يقول: العلم حاكم والمال محكوم. هنالك رواية في بحار الأنوار عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: الحكام ملوك على الناس والعلماء حكام على الملوك العالم حاكم حتى على الملك وحتى على الحاكم، الحاكم إنما يسير برؤية معينة في كل البلاد، هذه الرؤية من الذي يعطيها للعا... للحاكم؟ العالم؟ هذه القرارات المصيرية التي تتخذ في الدول الكبرى، من الذي يتخذها في الواقع؟ الحاكم؟ كلا، وانما العالم الذي يكون خلف الحاكم. الآن يعطيه رؤية صحيحة أو خاطئة، ذاك بحث آخر، ولكن العلم يسير الحياة. العلم حاكم والمال محكوم، الذي يسير الأثرياء العلماء والعلم، الذي يسير الحكام العلم والعلماء، الذي يسير المتدينين العلماء، والذي يسير غير المتدينين العلماء. <الذي يسير> غير المتدينين <العلماء> العلم الديني او العلم الدنيوي نحن في هذه العطله ينبغي علينا ان نتزود من العلم العلم الديني والعلم الدنيوي الكفار الآن يحكمون الحياة بالعلم، ونحن محكومون لأننا لا نملك العلم. هذا هو البرنامج الثاني، البرنامج الثالث ونقتصر عليه، البرنامج الاجتماعي احد الافراد المتدينين الذين اكثروا السفر سفرات كثيرة. سألته: كيف وجدت البلاد التي سافرت إليها؟ قال: كل البلاد التي سافرت إليها وجدت.. دعايتها أكبر من واقعها، جميع البلاد، كل بلد عنده دعاية، عندما تذهب إلى ذلك البلد، تجد أن واقعه أصغر من الإعلام المحيط به، إلا بلد واحد وجدت واقعه اكبر من دعايته، من جمله عوامل قوه ذلك البلد ان هذا البلد يحتوي على ألوف المؤسسات الاجتماعية. الدولة تمثل مؤسسة، وهنالك إلى جانب الدولة ألوف من المؤسسات الاجتماعية في مختلف الأبعاد. هذه المؤسسات الاجتماعيه تعطي قوه لذلك البلد وكان يذكر ارقام خياليه عن تلك المؤسسات احنا احدى نقاط الضعف في بلادنا ان المؤسسات الاجتماعيه ضعيف وعلى اثر ضعف هذه المؤسسات المجتمع ككل يكون ضعيفا. في ذلك البلد طبق بعض الاحصاءات المنشوره يوجد اثنين وثلاثين ألف مؤسسة خيرية طبعا هذه ليست بلاد المسلمين هذه بلاد الكفار هذا الشخص كان يقول كنت أذهب إلى بعض المؤسسات مؤسسة خيرية واحدة مثلا تحتوي على تسعين الف عامل طبيعي يكون ذلك البلد قوي مع كل الاشكالات ومع كل الملاحظات الموجوده على النظام السياسي الحاكم في ذلك البلد الذين يشاركون في هذه المؤسسات الخيريه في ذلك البلد ثلاثه مليون شخص متطوع ينفقون سنويا عشرين بليون ساعه في العمل الخيري في سنه واحده عشرين بليون ساعه اكو في بلادنا هكذا مؤسسات الا يتقدمون علينا المؤسسات السياسيه واضح انه متقدمين علينا المؤسسات الاقتصاديه واضح انه متقدمون علينا حتى في المجال الخيري متقدمون علينا قبل سنوات تبرع شخص واحد من ذلك البلد بمليار دولار للمنظمات الإنسانية وهذه ثلث ثروته لأن ثروته ثلاثة مليارات دولار طبيعي المجتمع يكون قويا إحنا مجتمعاتنا تحتاج إلى عشرات الألوف من المؤسسات الخيرية والاجتماعية والثقافية والإنسانية حتى تتمكن أن تنهى وإلا هذه الحالة من التخلف والتأخر تظل احنا ينبغي علينا في هذه العطله ان نضع جانبا من نشاطنا للنشاط الخيري والاجتماعي والانساني والثقافي هذه العطلة إذا استفدنا منها، تنتهي هذه العطلة ونربح، وإذا لم نستفد منها، تنتهي هذه العطلة ونخسر. ينقل في أحوال أحد العلماء أنه كان جالس يكتب فجاء ولده وفرش فراشه، وأراد أن ينام ولد العالم، فقال له العالم: ما هكذا ينبغي أن تنام، فقال الولد: وكيف ينبغي أن أنام؟ قال: هكذا وضع العالم قلمه وهو في حالة الجلوس وأغمض عينيه وأغفى إغفاء قصيرة ثم استيقظ قال العالم ينبغي أن ينام هكذا هذه الاثار الكبيره التي نجدها لانه كان وراءها هكذا روحيات وهكذا نفوس، هذه الروحيه هي التي صنعت صاحب الجواهر وصنعت كتاب الجواهر، هذه الروحيه هي التي صنعت مفتاح الكرامه. هذه الروحية هي التي صنعت العلامة الحلي وكتب العلامة الحلي. العلامة الحلي رحمه الله حتى على دابته كان يؤلف. أحد العلماء كان يقول من العلماء المجدين كان يقول: نحن ركضنا ولم نصل إلى شيء. الذين لا يركضون الى اين يصلون. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج وبين نور